يا مرحبا يا هلا وسهلا في حلقتكم ساعة شباب، حلقة جديدة وإن شاء الله بداية يوم جديد نستانس فيه. وأكيد اليوم من أميز الأيام اللي ممكن نستمتع فيها، لأنه حقيقة في بداية هذه الحلقة بوجه تحية قوية من القلب حارة جدا لكل أم ولكل إنسانة يعني كان عندها مسؤولية تجاه أبنائها فترة طويلة جدا. نوجه لهم تحية ونقول لهم يعطيكم ألف عافية. أكيد طبعا طراد، مساء الخير عليك أولا وثانيا أكيد ليش الأمهات يا رمي أكيد طبعا الله يخلينا جميع أمهاتنا ويحفظ لنا هم حقيقي تعبوا كثير. مساء الخير عليك، شايف كيف أمسي عليك مشاهدينا مساء النور عليكم أكيد لكل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة معاكم برنامجكم اليومي برنامج ساعة شباب اللي بيكون معاكم دائما وأبدا من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المختلفة والمتميزة والمتجددة دائما وأبدا، ساعة كاملة بنقضيها معاكم بكل حب. طيب كلمة للأم إيش هتقولي؟ الله يخليك لي يا ماما، ولا يحرمني منك يا رب، ولا يحرم كل أمهات المسلمين من أولادهم. اللهم أمين يا رب. فعلا هو ممكن يوم واحد للتقدير، إحنا ما نتكلم على إنه يعني الأم لها يوم واحد، الأم لها كل حياتنا وكل تفاصيل حياتنا حتى أكيد. ولكن في يوم كده الواحد يعني يعيش أكثر، ويعني خلينا نقول اللي مشغول شوية يفضى عشان يقعد مع الوالدة. الله يحفظكم يا رب ويخلي لكم أمهاتكم. ويعني رسالة سريعة، اللي يعني في مشكلة صغيرة ولا اللي زعلان، يعني الواحد المفروض انه هو يفكها وما يشيل اي حزازيات. عارف اكثر شيء باسطني تراد، انه دحين ماما بتتابعني وقاعده تشوفني كذا، اوجه لها تحيه كذا من شاشه روتانا خليجيه لماما. ماما انا مره احبك. لا انا كذا امي تزعل، انا امي تتابعني برضه على فكره. امي انا احبك برضه والله، بس هي استعجل للطريق. عموما احنا كل يوم بيكون معانا سؤال ودائما في اسئلتنا بنحاول نوصل لمبتغى معين. اليوم سؤالنا بسيط جدا وبيتكلم عن تخيل من تخيلات الحياة، إنك إذا كنت مدرب في يوم من الأيام أو إذا صرت مدرب في يوم من الأيام، إيش الرياضة اللي حاب تدربها؟ وهذه حتختلف طبعا من شخص لثاني، وإيش يعني محبة كل شخص وتدريبه. طبعا هو الرياضة شيء جميل جدا، فعشان كده احنا اخترنا هذا المجال بالتحديد. هي تختلف اكيد من شخص الثاني، بس اتوقع انه كل الشباب يتفقوا فانهم يكونوا مدربين كرة قدم، لانه دائما خصوصا لما يكونوا يتفرجوا على مباراة ومتحمسين وهم قاعدين يتفرجوا يزعلوا اكثر شيء على المدرب، واللوم كله يكون على المدرب، يقولوا يا ريتنا نحن كنا المدربين وقتها ما حنسوي الشيء ده. واتوقع انه كل الشباب يتفق على لسه بدي اقول لك انا دحين هم يهرجوا ويتكلموا وما يعجبهم شيء، خلينا نشوف. طب انت لو كنت مكان ايش حتسوي؟ هو يقول لك انا حسوي حامل. فعلا الواحد يعني لو يحط نفسه مكان الاخر ذيك الساعه يستوعب انه اوه على ارض الواقع انا ايش حسوي الان، فيبدا يتوهق الناس. عموما سؤالنا بكل بساطه كان تخيلوا معانا لو كنتم مدربين رياضه، ايش هذه الرياضه اللي راح تختاروها؟ خلونا نروح نشوف ردودكم. طيب اول رد معانا من ابو حميد احمد فخرجي يقول صراحه الرياضه اللي اختارها للتدريب فيها هي كره السله عفوا، لانها لعبه مثيره ومشوقه لاخر لحظه. تحياتي لفريق ساعه شباب بالكامل، يا هلا وسهلا. اكيد تحياتنا لك يا احمد. موناليزا تقول اتمنى اكون مدربه في الفروسيه، بالذات قفز الحواجز وناسا لاني احب الخيول. طب يلا خلينا نشوفك مدربه فروسيه بس كبيره. بس خيول الفروسيه ما هم زي اليونيكورن يعني يعني خلينا نكون واقعيين شوي. المها العمود تقول مدربه ملاكمه ومره جميله الرياضه. طيب الله يهنيك ان شاء الله. بلاش العنف يا مها. بوح شعوله تقول سباق الفروسيه وكره القدم لاني اميل لهم اكثر. حلو اللي تعودنا عليها. طيب رورو العتيبي يقول بختار شايل الثقال. شايل الثقال مدرب كمال اجسام. اوكي وصلت يا رورو. طيب. ابو عبود دروبي يقول كره القدم بالاخص، وانا رياضي اقدر ادرب كل شيء ويسعد مساكم. وحلوه الثقه. تدرب كل شيء؟ يدرب كل شيء. شلون يعني؟ سعادتي صفاء تقول بختار السباحه لان هي هوايتي وثاني شيء احس بسعاده فيها. حلو السباحة جميل جدا. أيوة دقنا تقول مدربة رياضة يتعلق بالصحة والغذاء وكرة سلة وكرة التنس ومدربة الخيل. الصراحة أحس الخيل فخامة، ومدربة كاراتيه جدا جميلة الرياضة. يعني أبعرف اختارت أشياء كثيرة. أيوة والله ما شاء الله حلو التعدد.
رورا تقول الرقص وخصوصا كلاس الزومبا منورين طرادو لميا. نور نورك يا رورا. اي نور بعد الزومبا ولا وفاء تقول كرة القدم لاني اعشقها. يا جماعة الخير الاخطاء الاملائية بتلخبطنا كثير. يقول لك كروة القدم. كروة القدم. والله هو تختلف الاخير الرياضات من شخص لثاني وحسب محبته ولا حسب. على فكرة يعني هي في مؤثرات، في اشخاص احنا في ضيوف كثيرة استضفناهم في ساعة شباب كانوا مؤثرين للناس اللي حولهم في انه يلعبوا رياضة كرة قدم أمريكية، يلعبوا رياضة تنس، يلعبوا جولف، يلعبوا أشياء الرول سكيت مثلا. يعني في حاجات كثير كان في مؤثرين لنا في هذه الرياضة عشان نمارسها أو حتى نحبها. في ناس نجحوا عشان يبوا الناس يعني تعاشرهم في هذه الرياضة الجميلة، وفي ناس يعني اكتفوا بنفسهم. وفي الأخير الرياضات في رياضات فردية ورياضات رياضات عفوا جماعية. صح، وأكيد شفنا أغلب الردود كانوا كلها متحمسين أنهم يكونوا مدربين. بس أنا بقول لكم ترى صعب أنك جدا تأخذ مكان المدرب أو الكابتن يعني. في أي فريق، لأنه هذه الأشياء هذه بتكون تحتاج صفات معينة في الإنسان. يعني لازم تكون قائد وتقدر أنك تمسك زمام الأمور وتكون مسيطر أكثر على المجموعة. فأنا أحتاج أنكم تركزوا أكثر في اختيار الرياضة لأنه مو سهل أبدا. ولا أحد ما قال لا ما أبغى، كلهم يكونوا مديرين. هي مسؤولية على فكرة، أنت بتكون مسؤولية كبيرة. أنا فكرت نفس الموضوع طراد، فكرت أنه طب أنا إيش أبغى أكون مدربة رياضة في إيش؟ اكتشفت أنه أنا ما أقدر أسيطر على مجموعة، وتخيل أنه أي إنسان يصير له كسر أو يصير له أي شيء، فشيء مرة صعب. صادقة، بس مو مجموعة، فرد واحد. هي المسألة مسألة أنك تأخذي برضو معرفة، وأنا مش بالكرسي اليوم، معرفة وعلم عن الرياضة هذه أو عن تفاصيلها، عشان حتى لو شخص واحد بتعلمي يعني تعطي له كل شيء بالكامل، ما يكون مثلا يتوهق في حاجه معينه نقطه معينه. فتدريب سواء بالفرد او بالجماعه ترى في النهايه اكيد لازم نهتم بهذا السؤال، انه التدريب جدا مسؤوليه كبيره لازم تكون قدها. خلينا نكمل ردودكم ونشوف. نتخيل احنا نتخيل. شوف التخيل الباقي. احمد يقول الصراحه ابغى اصير مدرب كاراتيه عشان اللي ما يعجبني اسوي فيه بوكسات حركات بوكسات كده. الله المستعان. طيب يا أحمد. رابح يقول أختار أكون مدرب لتعذيب الناس اللي تبغى تنحف. يا لطيف. لا إله إلا الله. ليش؟ ليه يا حبيبي إيش في أنت؟ طيب ميسون تقول نفسي أكون مدربة رقص شرقي، أعشق الرقص أصلاً. أنا ما أنا عارف أقول بكثر ما هو رقص شرقي، أعشق الرقص منذ الصغر لأنه يساعد في التخلص من الضغوطات النفسية وحرق الدهون خاصة منطقة البطن والأرداف والخصر. واضح أنك أنت أصلاً أوريدي مدربة. مدربة يعني عارفة بالضبط إيش بتسوي وعارفة ليش الرياضة هذه. صحيح، كل أنواع الرقص بتساعد على هذا الشيء. رهف غزة تقول أختار أكون مدربة كاراتيه. حلو، كثير من البنات يبغوا يدربوا كاراتيه. هتون الامير تقول لا لاني اعشق البحر، نفسي اكون مدربه غوص او سباحه. بسيطه، دورتين وتصير مدربه. الغامدي يقول كره القدم. نقطه. خلاص ولا زود شوي. قاش شقرديه تقول ابي اصير مدربه رياضه تنحف الناس الدبه اللي معتقدين اللي معقدين، وما اروح اشوفهم يا اني بعذبهم تعذيب بعد التمارين. يا اخي ابيهم ينحفوا. ايه بس من غير تعذيب الله يهدى. بدون تعذيب ليش؟ مريم تقول في اكثر من رياضه بس بالترتيب، الزومبا رياضه ومتعه وحركه وانا مستمتعه، وحتى اللي حيكونوا معايا مستمتعين. او تنس او بالفروسيه. او بالفروسيه هذه ما فهمتها يا مريم. هذا الكلام صعب والله. ما ينفع اركب هذا كلام كذا. هذا ما كلام. ايميدو الصراحه كره السله لاني اعشقها. شكلك طويله ايميدو. هلا ران لمية تقول اختار كرة السلة عشان من زمان كان نفسي اتشنقل على السلة زي اللعيبة، ولسه عندي امل اني راح اتشنقل واطيح وتنكسر رقبتي. يا سلام بعد الشر عليك يا رنيم. ليش يا رنيم تشنقل من غير ما تطيح ولا تنكسر رقبتها؟ ليش شنقلة؟ ايش في المصطلح هذا؟ متأثرة بلعيبة كرة السلة يمكن. اي هم يقولوا شنقلة. اي من جد. اي تشنقل على حقة السلة. اتشعلق اسمها. اتشنقل، اتشعلق، كلها مصطلحات. اختلاف لهجات في النهايه. اختلاف العلماء طبعا في اختلاف. عموما يعني هذا كان اخر رد معنا ولا ايش؟ اي كان اخر رد. اخر رد حقيقي. انا بس ابغى اوصل رساله في الاخير، انه في العاب فرديه والعاب جماعيه. في ناس اختارت لميا العاب فرديه، وفي ناس اختارت العاب جماعيه.
دائما او في الغالب في الانترفيوز حقت هذه تريك اعطيكم اياها في الانترفيوز حقت اي عمل تبي تقدمي فيه يسالك ايش تحبي مثلا لعب كره القدم ولا مثلا السباحه ولا مثلا التنس ولا مثلا الجولف على حسب الرياضه اللي انت اختارها او اديك اختيارات او انت تقول ايش الرياضات اللي تحبها من خلالها يعرف اذا انت انسان تحب العمل الجماعي ولا تحب تشتغل لحالك ومن خلال هذا الشيء بتتم توظيفك اوقات يعني في نسب معينه يس يتم توظيفك انك انت تحب العمل الجماعي او انك لحالك على حسب هل صفاتك قائد ولا تحب انك انت تساعد الناس وتكون مكمل للاخرين وهذه على فكره في الاخير يعني قدرات عند الانسان ومو شرط تكون دائما صحيحه اوقات لا يعني طيب اوكي طيب على حسب اللي بيقدم على وظيفه ايش يقول كره قدم ولا كره هو العمل الجماعي لا كره قدم ايوه عمل يلا جماعي. روح هذه تركه فظيعه من طراد يعني كل اللي بيقدم على وظيفه يقول احب ادرب كره قدم وراح ينقبل على طول عادي تخيلوا في الانترفيو زي ما تخيلنا هنا عادي احنا هذا براكتس سريع عشان ايش ليش الجو عموما المشاهدين هذا كان سؤالنا على هاشتاج ساعة شباب وتخيلنا مع بعض كل التخيلات وان شاء الله يا رب توصلوا للي تخيلتوه في حياتكم طبعا. وتكونوا احسن مدربين في العالم عموما المشاهدين فقرات ساعة شباب مكملة معاكم لكن بعد الفاصل يلا ويا هلا فيكم مشاهدينا من جديد وصلنا معاكم لفقرة شباب هاوي اللي بنحاول نقدم لكم فيها أهم وأبرز الهوايات المختلفة للشباب واللي بتظهر إبداعاتهم في المجالات المختلفة ضيفنا طبعا اختار مجال الإنشاد وأبدع فيه منذ الصغر رغم أنه تخصصه الدراسي كان مختلف تماما عن الصوت وعن كثير من الأمور ولكن أتوجه للإنشاد ونبي نعرف تفاصيل أكثر عن قصته وليش مع أنه مسيرة 15 سنة في الإنشاد من يوم ما بدأ إلى الآن ليش اختار هذا الشيء وإيش كان تخصصه أمور كثيرة نرحب في المنشد جواد سامي أهلا وسهلا كيف حالك جواد أهلين فيكم إن شاء الله وإن شاء الله تكون كده حلقة حلوة إن شاء الله أكيد مشرفنا طبعا. يا حبيبي يعطيك العافية نعطيكم نغمات حلوة إن شاء الله إن شاء الله بداية جواد خليني أسألك يعني بما أنك تملك صوت جميل جدا وحساس ليش اخترت أنك تتوجه للإنشاد ليش ما اخترت أنك تتوجه للغناء زي ما شايفين كثير من الفنانين اللي يملكوا أصوات جميلة بيحاولوا أنهم يتوجهوا للغناء عشان الشهرة مثلا فنبى نعرف ليش اخترت الإنشاد طيب ما شاء الله يعني أول سؤال كده في الوجه إحنا ما عندنا ما نجامل أنا بالنسبة لي أشوف صراحة ما في فرق بين الإنشاد والغناء يعني الفرق هو نفس الشخص الفنان يعني الفنان هو اللي حيصنع شخصيته سواء كان منشد أو مطرب حتى يعني بعض الكلمات الإنشادية تسمعها تحس ما لها يعني تسمعيها تحس ما لها هدف وبعض صحيح. الكلمات الأغاني صراحة تسمعيها لها هدف صح فأنا أشوف الفرق هو في أول حاجة في الفنان نفسه يعني هل هو متعلم مقامات هل متعلم مثلا أدوات موسيقية ولا لا بعض المنشدين ترى ما شاء الله تبارك الله يكون فاهم طبعاً متعلم رغم أنه منشد وبعض المنشدين ما يستخدم لا إيقاعات ولا أي حاجة وما شاء الله تبارك الله واصل ومعروف صحيح انا اشوف يعني طبعا هو توجه الانشاد ليش اخترت الانشاد لانه من صغري وانا طفل صغير وانا تعودت عليه من صغري ايوه اسمع الوالد انشد انشد فخلاص دخلنا المجال والحمد لله ماشيين فيه تفرق اذا بعض الائمه اوقات يتعلموا بعض المقامات عشان ضروري التلاوه الصحيحه الامام وايضا المؤذن والمؤذن ايضا سبحان الله فمبارك يعني ايضا مجال ثاني يعني طب احنا نعرف ما شاء الله انه حرص منك على هذا المجال والانشاد ومن فتره طويله اخذت دورات كثيره متعلقه بالصوت والتمارين بنعرف ايش هي هذا انا اخذت دورات عند الاستاذ غازي علي معروف الموسيقى غازي علي عند الدكتور عبد الله شحنه الدكتور مصطفى عزاوي كل دورات في الصوت يسموه السولفيج الفوكاليز اللي تعرف التمارين حقت معروفه هذه هي دورات برضو في المقامات المقامات الاساسيه طبعا احنا عندنا اهل الحجاز عندنا حاجه اسمها مقامات حجازيه هذه ما راح نتكلم عنها حنتكلم عن المقامات الاساسيه اللي هي مجموعه في قوله صنع بسحرك انا اخذت فيها دورات برضو انه كيف الواحد يتعلم كيف يفرق لما مثلا تكون في جلسة وتسمع مثلا الفنان يسوي موال أعرف على طول هذا الموال طب على طاري الحجاز اللي ذكرته نسمع شيء حجازي أو حاجة بما أنك كان في بالك يعني تسمع طيب. شيء حجازي بسم الله كل ما ذكرتك إلهي إن نفسي تلقى ملام سهران صحي لحالي والدمع شمع الظلام يا ربي أرجو ثوابك أخاف وأخشى عذابك يا ربي أنت الكريم
انت الغفور الرحيم، تايه انا ودربي وين يا ربي، انت المعين يا ربي، انت المعين. انا بحاول من اول ما اطلع في وجهك واسمع الصوت، بس دائما عندي طريقه في ال كنت اشتغل في الراديو سابقا، فدائما ايش كنت اسوي؟ كنت اسمع الاصوات من غير ما اطالع في وجه اي احد عشان لا يتاثر باي امر ولا باي حاجه. لا طبعا بس ما شاء الله عليك عندك بعض الركوزات جيده جدا اللي تخلي الواحد كذا يركز كثير. الطلعات والنزلات هذه مقامات طبعا كمان. النشيد اللي هو طبعا اصلا هي اغنيه قديمه بس هم غيروا كلماتها، بدا بمقام اسمه حجاز، بعدين راح لمقام الصبا، بعدين لمقام الرست، ثلاث مقامات. يعني الواحد ياخذ جواد الاداء، يعني ما شاء الله عليك، يعني كيف قدرت انك انت توصل لاداء معين في بالنسبه لك؟ 15 سنه ما هي قليل يعني. ما هي قليل، لو اول شيء طبعا في شيء التمارين وكثره السماع، لازم الواحد يسمع مثلا اسم، تسمع المنشد المعين او المطرب المعين. مثلا في بعض العرب تكون صعبه فحاول اسويها، حاول لين ما اجيبها. طب جواد، تكلمنا عن المشاركات اللي شاركت فيها، وكمان انت اعطيت دورات عن الانشاد، فكلمنا عنها كمان. طبعا قدمت دورات في جامعه طيبه وبرضه جامعه ام القرى في مكه، هنا في جده برضه قدمت دورات في المقامات. بس خارجيه، يعني دورات خارجيه كذا عن ما تخص الجامعه صحيح؟ هي الدورات فنيه، عندهم انشطه، هم انشطه طلابيه، ومن ضمن برامجهم عندهم الدورات الفنيه هذه، دورات اول مره اعرف. تصدق لا ما شاء الله تبارك الله، وترى على فكره يحتاجوا دورات في الاعلام، فان شاء الله اشوفك يوم تقدم. والله كويس. لا انا زميل للجميع. انا لا دورات، لا هم فعلا، يعني انا اشوف كرأي شخصي المنشد والفنان يحتاج ضروري ياخذ دورات في الاعلام، عشان لما يجلس المكان هذا يعرف يهرج. لا ما شاء الله عليك مرتاح، الصلاه على النبي، ما عندك شيء. طب ابرز المشاركات اللي قدمتها على مستويات مختلفه، خلينا نعرفها. طبعا في داخل المملكه، انا اغلب مشاركاتي داخل المملكه الحمد لله، طلعت في كانت في مكه وجده، هذه طبعا شيء طبيعي. رحت جيزان، نجران، رحنا تبوك، رحنا المدينه. ما شاء الله فرقين. رحنا اماكن، لان انا سابقا كنت في فرقه انشاديه، والفرقه هذا شيء مهم لاي منشد او اي فنان، اذا بدا مشواره لو انضم لفرقه افضل، يتعلم، يعلموه، يشوف خبراتهم كيف، يشوف كيف يغلط، كيف هذا. اما ان تبدا لحالك راح تلاقي نفسك يعني توقع ممكن في المطبات صحيح. حلو. طب في الان، يعني عشان نكون واقعيين كمان، انت درست وعندك مجال ما، ايش دراستك اول شيء كانت؟ انا طبعا تخصصي احياء. طيب انا ابغى اعرف، واضح انه في عندك حب وشغف كثير لهذه الموهبه، بس كيف يعني قدرت توفق بين الاثنين؟ يعني هل قدرت تنجز فعلا في الدراسه ونفس الموهبه، ولا حسيت انه انت والله في شيء عندك اختل في فتره من الفترات؟ طبعا هو يشوف المثل يقول لك يعني صاحب صنعتين كذاب. فبصراحه مجال الفن والانشاد هو كان اهتمامي اكثر، يعني هو اللي اهتميت فيه اكثر. أي حلو. الدراسه يعني شويه، بس الحمد لله نجحت واجتزت هذا، بس انه يعني كرغبه انا كنت ابغى ادخل تخصص اعلام وتخصصات اللي هي تفيدني اكثر. أوكي. بس سبحان الله، اراده ربنا ونصيبي. نصيب النهايه. وش راح تسمعنا جواد؟ نسمعكم طبعا، احنا الان يعني في وقت الحالي عندنا، يعني في هذا الوقت في ناس في الحدود يحرسوا بلادنا ويحرسوا، فنسمعهم كده حاجه بسيطه يعني. هاشتاج جنودنا البواسل على فكره شغال في انستغرام ما شاء الله، فالله يحفظهم يا رب. هو الموال باللهجه الشاميه يعني، ما هو خليجي يعني. جدي من زمان وصابوي وعمامي، جدي من زمان وصابوي وعمامي، وقالهم الوطن عرضك، وقالهم الوطن عرضك، ويلو يرخص الغالي إذا انصرق جارك، بكرة بيجيك الدور يا عين، بعد اليوم أبد لا تنامي، أبد لا تنامي، بيحلم العصفور تيوصل على حدودي، ويطير صوب الشمس تيفرج جناح الجود. قالوا الأحباب رايح وين يا طير،
قالهم حب الوطن في القلب موجود، وقالهم حب الوطن في القلب موجود. أكيد نوجه تحية لكل جنودنا، هم فخر لنا وإن شاء الله يرجعوا سالمين غانمين لبلدهم. طب خلينا نتكلم وننتقل لنقطة ثانية جواد، يعني كانت لك مشاركات في أعمال فنية وصورتها فيديو كليب كمان، فياريت تكلمنا عن هذا الموضوع أكثر. طبعا آخر كليب نزلناه كليب كان يتكلم عن الصلاة اسمه هي قرة. قبله نزلت كليب عن المعاقين كان يتكلم عن الحال المرور والأمور المرورية، وكنت أمثل فيه دور شاب يعني يصير له حادث وبعدين يتعافى. كليب كان جميل صورناه في القصيم. أيوة. والحمد لله لقى مشاهدات ولقى كان دويتو مع منشد اسمه مندر عاشور. طبعا هذه كليبين تقريبا هي اللي سويتها، باقي الاعمال اغلبها كانت حفلات حفلات وكانوا يصوروها وكانت تنزل في اليوتيوب. حلو. طب عرفنا برضو في انت بصدد حتعمل انشطه جايه في الفتره الجايه باذن الله زي برنامج خاص بالانشاد، ما اعرف ايش فكرته وايش هو. كان في كان برنامج يعني يوتيوبي يتكلم عن الانشاد عن المنشدين عن لانه اغلب برامج اليوتيوب صارت اغلبها يعني فكاهيه وكذا، فقلنا خلينا نسوي برنامج جديد مختلف شويه يتكلم عن الانشاد يتكلم عن المقامات، يعني هذه الاشياء ما حتتطرق لها صراحه في اليوتيوب. فلسه جالس يعني شغال كده احاول اجيب لي كده ماده تكون حلوه وسهله وسلسه ما تكون كده كمان يعني ممله ثقيله على الناس. ايوه ممكن ثقيله لانه ما جمهورك ما حيكون كله جمهور عام، ناس ذويقه بس، وهذا احنا نبغى لا نبغى الكل يتفرج، نجيب نستضيف ناس معروفين نسمع اصوات مثلا جديده تكون جميله ما انعرفت للناس نطلعها. هل بديت تفكر تتعامل مع احد الشركات ولا لسه؟ والله نتمنى ان شاء الله، بس لسه يعني ما خططت مع احد او لسه فكرة. لكن ان شاء الله في الطريق ان شاء الله باذن الله. جميل. وبعرف انت كل اعمالك بتنزلها بس على اليوتيوب ولا بتحاول انك تنزلها من خلال السوشيال ميديا عشان تنشهر اكثر والناس يعرفوك اكثر؟ القنوات انعرضت اعمال كثير الحمد لله. في السوشيال ميديا ان شاء الله باذن الله يعني في اعمال نزلناها والاعمال الجايه لسه في اشياء، الكليب راح نتصور قريب ان شاء الله في الشهر هذا ان شاء الله باذن الله مع مجموعه يمكن تقريبا 20 نجم من مكه من نجوم مكة سواء في اليوتيوب أو غير اليوتيوب. حيكون بعنوان؟ حيكون بعنوان أخاف أشكال المخرج ودي في داهية. حيكون بعنوان الكلمة، اسم الكلمة يتكلم على الكلمة بشكل عام باللهجة اللهجة الحلوة هذه حقتنا الخليجية الحجازية يعني، وإن شاء الله حيكون يعني إن شاء الله ضربة حلوة إن شاء الله بإذن الله. جميل. المنشد جواد سامي شرفتنا اليوم ساعة شباب، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق. الله يوفقكم. أنا بصراحة شرفت فيكم. يعطيك العافية جواد وشرف لنا، دائما إن شاء الله بيكون معكم بكل جديد من فقرة شباب هاوي إلى فقرات ثانية راح ناخذ نعطي فيها. برضو لابد نذكركم من اليوم إن شاء الله فقرة فينا خير حنتكلم على بعض الأمور اللي راح تستأنسوا فيها، لكن بعد الفاصل عندنا أخبار أنا ولم يحكم معاكم عشان نشوف إيش آخر السوالف إيش اللي حاصل في البلد. يلا نشوف. يلا من جديد معكم ساعة شباب الآن في السوالف والأخبار والحكي اللي ما يخلص دائما أبدا في أخبارنا، وكل جديد بيكون معنا. أخبارك كيف اليوم؟ أكيد طبعا أهم وآخر الأخبار في العالم ومن حول العالم راح نقدم لكم هي فقرة الأخبار والمنوعات، والخبر الأول معك ترى. وبرضو أخبارنا في منها المحلية، لكن خبر الآن من صدر بسبب مبتعث مخترع اختراع عشان يعزز سلامة مدن الألعاب. هذا المبتعث هو السعودي عبد الإله منصور الحمزي، طبعا بعد إعلان لجنة التحكيم فوزه بجائزة أفضل مشروع تخرج في معرض الابتكار اللي أقيم في حرم جامعة تناقة الماليزية اللي بيدرس فيها. قال الحمزي أنه هو طالب في مرحلة البكالوريوس تخصص هندسة ميكانيكية، وأنه شعر جدا بالفرح وهو يختم سنوات الجد والاجتهاد والمثابرة بإنجاز علمي قد إيش سهر عليه وقد إيش أخذ منه وقت طويل عشان يكون ترجمة حقيقية لسنوات دراسته وتكللت بهذا النجاح. برضو ذكر الحمزي والجديد بالذكر أنه المشروع هذا مشروع تخرجه هو نظام لتصنيف وفرز المواد والمنتجات على أساس الحجم. ممكن يقول لك أخذ منه ما قارب 9 شهور، لكن جدا استمتع في هذه 9 شهور وهذه النتيجة اللي حصلت. طبعا استعرض الحمزي خلال حديثه أهمية مشروعه وقال أنه في معظم المصانع
أثناء مرور المنتجات على سير الناقل تتم عملية هذا الفرز والتصنيف بطريقة بتكون أول شيء يدوية، وبعد كده هنا بتقع الأخطاء وبينجم عن هذه أضرار كثير. عشان كده هو من خلال مشروعه اللي هو عبارة عن نظام متكامل ودقيق يصنف ويفرز في لهذه المنتجات وبيدعمها من أمور جدا تقنية وكبيرة وحديثة، ما راح تصير هذه الأخطاء. والجدير بالذكر برضو أنه بيقول لك اعتمدت على تكوين وطبعا مواد مختلفة بلغت تكلفتها $300 أمريكي. واو، جدا جميل وإنجاز عظيم، يعني أتمنى له كل التوفيق. هي. وإن شاء الله يستفيدوا منه الكثير. دائما والله بيبدأوا شبابنا الله يطول العافية. طبعا مو غريب عليهم ولا بعيد عليهم طبعًا. أكيد. أما مشاهدينا خلونا ننتقل لخبرنا الثاني، وسعوديات اقتحموا مهرجان أفلام السعودية ب 24 فيلم. دحين هنعرف أكيد 24 فيلم ل 22 مخرجة سعودية من أصل 70 فيلم مشارك في الدورة الثالثة من مهرجان أفلام السعودية، وطبعا اللي حينطلق في الدمام مساء الخميس المقبل 24 من مارش الجاري. طبعا المهرجان سجل أيضا مشاركة 11 سيناريو نسوي من أصل 24 نص مشارك ضمن مسابقة السيناريو، ما يعني أن المنافسة في حلبة السيناريو لن تكون أقل ضرورة ضراوة من مسابقة الأفلام اللي حيكون طبعا بينها أفلام حصدت أخيرا جوائز كفيلم بسطة للمخرجة هند الفهاد، والفائزة بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان دبي السينمائي، وكمان جائزة الفيلم الروائي القصير في مهرجان أفلام الشباب في جدة، إلى جانب مشاركة أسماء واعدة مثل المخرجة هاجر النعيم في فيلم أمل والمخرجة هناء الفاسي في فيلم السحور الأخير، إلى جانب أسماء شابة كمان وجديدة حتشارك في أفلام الطلبة بأفلام تحكي هموم ورؤى هؤلاء المخرجات الشابات في مجال صناعة الأفلام. حقيقي شيء كلنا نفتخر فيه، وجانب جميل وإبداع من مخرجاتنا السعوديات، وبنشوف قد إيش بيكون البنات أقوى وأكثر في إنتاج وإخراج الأفلام السعودية وتقديم ما هو أفضل للسينما. ودائما بنشوف في الأحداث اللي هي السينمائية أو كل حدث سينمائي فيه بصمات سعودية كثير. صحيح، وبنشوف كمان في أخبارنا دائما بيفوزوا ما شاء الله، ومن إن شاء الله لهوليوود نشوفهم قريب بإذن الله. بإذن الله طبعا إحنا نوجه لهم تحية لكل أي شخص بيكون بيساهم في خلينا نقول نهضة هذه البلاد من ناحية علمية، من مبتعثين، من مصممين، من مخرجين، كله دائما إحنا داعمين بشكل كبير جدا بالتوفيق لهم. وأيضا نوجه تحية يعني المنشآت اللي بتكون خلينا نقول داعمة لهم بأي طريقة من هذه الطرق، منها جمعية الثقافة والفنون اللي دائما بتدعم الشباب في السينما. طيب احنا الآن عندنا خبر ثاني يا لميا عن شيء تكنولوجي وتقني وتحدثنا عنه قبل كده. تعرف ايش اللي هو الهوفر بورد؟ لا، أول مرة أسمع فيه. طيب الهوفر بورد احنا ما نعرف اسمه اصلا، احنا ما نعرف، نعرف شكله بس ما نعرف اسمه. هوفر بورد اللي هو سكوتر الذكي اللي يتحرك لحاله. فاخيرا استقروا على الاسم وسموه هوفر بورد. التجاره بتمنع بيع السكوتر اللي هو كلعبه اطفال، الهوفر بورد كلعبه اطفال، وتخضع البطاريات للاختبار بسبب ما شفنا من حوادث مؤخرا في اليوتيوب، بنشوف من جميع انحاء العالم. اصدرت وزاره التجاره والصناعه بكل بساطه وبكل وضوح قرار وزاري بتنظيم بيع الجهاز المعروف بالسكوتر الكهربائي اللي هو الهوفر بورد، واكدت التجاره انه هذا الجهاز خطير جدا وما يعد لعبه للاطفال، لما يشكله من خطر على حياه الاطفال وبرضه ممكن يسبب اصابات بليغه جدا. طيب نص القرار على قصر بيع جهاز السكوتر الكهربائي واستيراده على محال او محلات المستلزمات الرياضيه فقط، ومنع بيعها في الاسواق او اي محلات العاب اخرى. طبعا يهدف القرار الى التاكيد من مطابقه هذه الاجهزه لمعايير وشروط السلامه، وهذا من منطلق توفير الحمايه اللازمه لكل المستهلكين، وبرضه عشان نتاكد من جوده المنتجات المستورده، حيث الزم القرار بطباعه اسم الوكيل او المستورد بشكل غير قابل للازاله على جهاز السكوتر، عشان يضمنوا تحديدا المسؤول عن اي جهاز يتم استيراده، اذا صارت اي مشكله يصير في حساب قانوني لكل شخص بيستورد أمر غير خلينا نقول أصلي أو في ضرر ممكن يكون، زي ما احنا شايفين طبعا الآن في الفيديو، هذه أحد السكوترات فجأة بعد ما طلع البخار منها
بنشوف حوادث كثيرة ترد على السكوترات الكهربائية، خصوصا أنه شباب بيتضرروا وأطفال كثيرة بتحصل لهم كسور وألام كبيرة بسبب هذه السكوترات الكهربائية. إن شاء الله يمنعوها قريبا من الأسواق نهائيا. هي مع أنها شوفي ممتعة وجميلة وكل شيء، لكن يعني إحنا كمان ما نبغى نودي نفسنا في دهية. صحيح. في الأخير يعني سكوتر ممتع لو نجيبه من وكلاء رسميين، ناس يعني صنعوه بالشكل السليم، مو يضرنا ويضر حياتنا نفقد ناس عزيزين علينا سمح الله. صحيح أكيد. ومن السكوتر الكهربائي ننتقل للتكنولوجيا، وأخيرا في خبرنا الأخير أعلنت شركة جوجل الخرائط إضافة خاصية جديدة في تطبيقها، وهو إضافة الملصقات. بس إضافة الملصقات راح تكون لمستخدمي نظام أندرويد فقط. طبعا إيش كيف تعمل هذه الخاصية؟ إنك ممكن بمجرد إنك تشغل جوجل ماب وأنت بتمشي تقدر تضيف الأيكونز اللي موجودة، تقدر تضيفها على الأماكن اللي رايح لها، وبكذا تقدر يسهل لك إنك تضيف تروح بعد كده لنفس المكان بدون أي تعب، وخلاص ترجع بمجرد الخاصية هذه الجديدة الموجودة. أمس صاحبي قال لي نفس الشيء، يعني قال لي شوف شوف أنا إيش مسوي، قلت له إيش مطلع لي صورة نفس هذه جوجل ماب زي كده وحاطط عليها نجمات، قال لي قلت له إيش هذه، قال لي هذه الأماكن اللي أنا أروحها خلاص أي وقت أنا خلاص أعرف أنا أروح على طول. بعد ما يشوف هذه الأماكن الموجود فيها الآيكونز هيعرف على طول إذا هو يبغى يروح، يبغى يروح البيت أو النادي، بمجرد إنه يحط عليها على طول جوجل راح توصله نفس الطريق بدون أي تعب. وطبعا كمان يضيف إنه إمكانية وضع القيادة لتسهيل الوصول إلى الأماكن اللي يرغب إنه يروح لها. فهذه الخاصية أتوقع إنها موجودة من زمان بس هم طوروا فيها أكثر. مرة مريحة صديقي، يعني أنا أتردد على أماكن معينة في خلال أسبوع، من خلال أسبوع أنا ارتاح كده، بس احط خصوصا لو برد انا ما اعرف يعني الشباب اكثر شيء راح يرتاحوا في هذا الموضوع وحيخلوك ما يتلخبط في النجوم. اي طبعا. وبعدين لو كنا مثلا لو كنت انا في السياحه فتره شهر مثلا وبروح مكان كذا مكان في بلد صحيح. يعني غير بلدي هذه مره حتفيدني كثير. خلاص تعرف المطعم الفلاني تحط الشكل اللي تبغاه كل مكان. على المطاعم احسن الواحد يعني بيفكر عارفك تسافر عشان تاكل. مين ما يسافر عشان ياكل يا اخي؟ ما طب اوكي عادي. احنا نطلع فاصل احسن عشان نهايه الحلقه ان شاء الله حيكون عندنا فقره جدا مهمه هنستمتع بضيوفنا وباقي التفاصيل اللي حنسولف فيها وناخذ نعطي بعد الفاصل ساعة شباب. كل يا مرحبا من جديد. ساعة شباب وآخر فقرات هذا البرنامج لليوم الحلقة اليوم، والآن احنا نتكلم في فقرة فينا خير اللي دائما بنسلط فيها الضوء على مجهودات شبابية بتكون في المجال التطوعي أو حتى بتخدم المجال التطوعي بكل الطرق اللي بنشوفها حتى في كل الفقرات. كثير من الأفكار اللي صادفناها خلال هذا البرنامج واليوم حيكون إن شاء الله شيء مختلف أيضا تماما. أكيد طبعا تراد، اليوم ضيوفنا طالبات كلية الطب لكن حبهم للعمل التطوعي خلاهم يفكروا كيف ممكن يساهموا في تنمية وخدمة المجتمع. اسمحوا لي أرحب بضيوفنا بسمة ماهين مديرة مشروع خليها بسيطة، وأكيد مريم جبلي مديرة مشروع خليها بسيطة. يا هلا فيكم ساعة شباب. أموركم إن شاء الله طيبين، مشرفين اليوم. بس ما خلينا نبدأ معك أول، يا ريت تعطينا نبدأ عن المشروع ونبغى نعرف كمان إيش هي أهم أهدافه. مشروع خليها بسيطة بدأ تقريبا قبل شهر ونص، هو مشروع تطوعي. فكرة إن نحن بنغرس العمل التطوعي البسيط ومبدأه في المجتمع وفي أفراده، بمعنى إنه نحن كأفراد في المجتمع ما نحتاج أموال طائلة، ما نحتاج وقت كثير، أو حتى ما نحتاج مناصب معينة عشان نتطوع ونساعد غيرنا في المجتمع. صحيح. ففكرة خليها بسيطة وهدفه إن نحن بنزرع هذه الفكرة تاني مرة في المجتمع وفي أفراده ونساعدهم على تطبيقها ونحفزهم إنهم يطبقوها. حلو، تعديل مفاهيم، وهذه أحد المفاهيم اللي هي من ناحية المادية. طب أسألك مريم، يعني برضو في برضو ظواهر خاطئة وأمور خاطئة بتظهر في المشاريع التطوعية، أنت بتحاول تحلوا هذه المشاكل اللي بتحصل بطريقة إبداعية ما بتكون حتى أوقات يعني مزعجة، بتكون بسيطة جدا، بس خلينا نشوف إيش الجوانب الثانية وتوضحون الموضوع شوية. طيب إحنا في كذا ظواهر اللي بنعددها في المجتمع، منها مثلا إنه دحين لما الواحد كلنا فينا خير، بس الواحد صار لما يبي يسوي الخير يعني صار الموضوع يحتاج تكاليف مادية، يحتاج مرة تنسيقات كثير، يعني الموضوع صار مرة مكلكع عشان الواحد يقدر يسوي صحيح الخير. صحيح صادقة صادقة. فاللي احنا الحين الظاهرة اللي احنا بنضبطها بالضبط انه يعني صار انه بنخلي التطوع يصير باشياء بسيطة، نحن ندي الناس افكار كيف هم يقدروا يسوي الشيء ده، يعني حتى ابتسامتك في وجه الشخص الثاني هذا تطوع في الاخير، شيء بسيط ما يحتاج انك تسوي شيء. صح. انك
تزرع أي يعني نبتة في أي مكان هذا برضو خير، ما يحتاج منا يعني مجهود مرة كتير زي اللي إحنا شايفينه دحين التطوع والمفهوم اللي صار منتشر في المجتمع. هنتكلم إحنا عن تفاصيل اللي صار. صحيح. طب خلينا نرجع لك بسمة، نبي نعرف إيش هي أهم آليات التطبيق اللي بتعتمدوا عليها في تنفيذ المشاريع اللي بتقوم عليها في برامجكم. زي ما قلت المشروع الجديد تقريبا شهر ونص حاليا، فنحن في فترة تجميع أفكار وآليات مختلفة. الحمد لله في آليات بسيطة طبقناها وفي آليات مستقبلية إن شاء الله هنطبقها. فزي ما قلنا هدفنا الأساسي التوعية في النهاية، فنحن اللي عملناه كآلية إنه نحن نروح مدارس مختلفة جامعات مختلفة ونوعيهم بفكرة المشروع، نزرع الفكرة دي فيهم عشان يبدأوا هم يساهموا من ناحيتهم اتجاه المشروع واتجاه المجتمع. هذه كآلية واحدة. في آلية ثانية اللي هي المسابقة، بدأنا مسابقة اسمها مسابقة خليها بسيطة. فكرتها إنه في عندنا جداول شهرية بتنزل يومية على حساباتنا في تويتر والإنستغرام، المتابعين والأفراد بصفة عامة يحملوا الجداول المختلفة فيها موجود فيها أعمال تطوعية يومية ويطبقوها ويرفعوها على حساباتهم من باب التحفيز ومن باب انهم هم يساهموا في التطوع في المجتمع، لان احنا بنوصلهم انه عن طريق الافعال هذه البسيطه اللي موجوده في الجدول انتوا تطوعتوا، انتوا في بالكم ان احنا مشاركين في مسابقه لكن هي في النهايه تطوعتوا بدون ما تدروا. فهذه بعض الاليات. في اليات مستقبليه ان شاء الله دحين بنفكر فيها وحطيناها في الخطه يعني في الحسبان باذن الله ان شاء الله. طيب بسمه ومريم، ما شاء الله بما انكم مدراء مشروع خليها بسيطه، ابغى اسالك مريم، يعني ذكرت بسمة انه في بتروح للمدارس، ايوه، بس هل في فئه ثانيه مستهدفه ولا هي فئه معينه ولا انتم للمجتمع كله؟ لا احنا غالبا بنستهدف كل المجتمع، احنا غير المدارس رحنا برضه جامعات. يعني نحاول نستهدف كل المجتمع باختلاف الاعمار والفئات، كل الاعمار كل يعني الفئات. بس كيف يعني معلش عشان بتوجهوا الرساله لكافه المستقبلين بشكل عام، كبار صغار كل الفئات، لازم في طريقه تختلف من شخص ثاني عشان يعني الكبير ما حيتقبل نفس طريقه الصغير والصغير نفس الشيء العكس صحيح يعني. ايوه يمكن هذه اكثر صراحه مشكله واجهتنا، انه احنا نحاول يعني حسب المتلقي حسب هذا نحاول يعني نضبط شيء يناسبه ويجذبهم. فزي فئتنا احنا في فئة الشباب حاولنا انه احنا نخليهم يستغلوا الجوالات او السوشيال ميديا اللي صارت في يدنا دحين بطريقه ايجابيه، يعني نجذبهم عند الشيء زي ما قالت بسمه بطريقه التحديات. ايوه انه لما الواحد يسوي حاجه من التحديات هذه يصورها وينزلها واحنا يصير نرتوت يعني في حسابنا على تويتر نرتوت، فبالتالي نحفز باقي المجتمع انه هو يسوي الافكار، فجذبنا الفئه الشباب والمراهقين بالطريقه هذه. حلو. فعلى كل فئه حاولنا نجيب لهم اشياء زي كذا يعني بقدر المستطاع قدرت توصل. أيوة قدرنا انهم يستخدموا السوشيال ميديا كتريكب انك تقدر توصل لاكبر عدد من الشباب. فكره جدا جميله. طب بس ما خليني اسالك، يعني بنعرف كم عدد اعضاء الفريق الموجودين وكيف بيتم تنسيق الادوار والمهام بينهم؟ هل بتلاقوا صعوبه ولا لا؟ حاليا نحن بدانا في بدايه المشروع كنا بس 9 عضوات، بل الحمد لله دحين توسعنا صرنا تقريبا 40 عضو وعضوة، يعني عندنا فريق شبابي من الشباب والذكور وفريق للبنات. طب ابغى اعرف سوري، بس كلهم من كلية الطب ولا لا مختلف الكليات؟ لا زي ما قالت مريم نحن عشان نبي نتوجه لفئات مختلفة في المجتمع نحتاج مجالات مختلفة. بالضبط نحتاج مجالات مختلفة واعمال مختلفة، يعني حتى ما في فئة عمرية محددة للمشاركة في المشروع، يعني حتى في ناس بيشاركوا مثلا اخوي الصغير بيشارك، ما منعنا ذا الشيء عشان نحن بنزرع هذا الشيء فيه ثاني مرة بالامكانيات اللي هو يقدر. بالضبط. أيوة. فهذه هو توزيع المهام عندنا، انه كانت بالامكانيات وقدرات الشخص زي ما تقدر تساهم عندنا في المشروع في المجتمع. فكذا كان تقسيم الشغل بيننا. حلو. شيء جميل وما هو شيء سهل على فكره، انه يكون عدد كبير وفئات مختلفه يبغى له تنظيم، يبغى يعني في دوشه كثير بتوصلوا لها. طيب احنا ذكرنا في البدايه عن بعض المشاكل والظواهر السلبيه اللي بنشوفها، نبغى بكل شفافيه وبكل صراحه حقيقه، لانه كلنا يعني واجهنا، احنا ما نتكلم عن الامور الماديه والامور البسيطه. في ناس يعني بينشئوا مشاريع باسم التطوع وهم لا يعني ما اطعم في ذمه الكل، ولكن فعلا في هذه حاصله وفعلا بتنتهي بالفشل، بتبوء بالفشل في الاخير. أيوة المشاريع صح. هذه ادونا ايش عشان كمان الناس تعرف، يعني كمان لا ينضحك على الكل. ايش المشاريع اللي فعلا بتكون وابدا معك يا مريم، انه كذا نقاط اساسيه ممكن نلامسها احنا كمتابعين يعني في الاشياء المنتشره دحين؟ ايوه. طيب احس انه اغلب المشاريع دحين عشان واحد يعني صار كل فكره تطوع محصور ان انت مثلا تسوي حمله جوة مول ويلا نجيب تغطيه اعلاميه وخلاص احنا سوينا شيء تطوعي. صار يعني الموضوع صار انه احنا ننشهر يعني صار لنا تغطيه اعلاميه اكثر من احنا نحب نسوي الخير من نفسنا، يعني ما صار منتشر الخير كثير، صار الموضوع محصور انه الفئه مثلا المقتدره من المجتمع هي بس اللي تسوي الخير للفئه اللي يعني غير مقتدره او اي شيء زي كذا. صار انه صح حكر على فئه معينه في المجتمع، ما صار الكل يقدر يسوي الشيء ده، ما صار التطوع عندنا متاح للجميع، وتش المفروض يكون متاح لكل الناس يقدروا يتطوعوا وكل الناس صحيح. فهذه اكثر ظواهر احسها منتشره انه
ما صرنا نقدر نتطوع كلنا. طب وانا ابغى اسال بس بقى يعني تعتقدي ايش المفروض الواحد يصير يسوي عشان يعني يظهر مو تغطية او المشروع يكون بشكل سليم؟ طيب تمام، نحن زي ما قلت في البداية رحنا يعني يعتبر سكيتي، رحنا مدارس، رحنا جامعات في الفئات اللي حولنا وكلمناهم عن الفكرة حقتنا وحاولنا يعني نجذبهم لمشروعنا، وكثير مرة جابوا معانا. نحن كبداية أصلا عملنا استبيان ونشرناه عشان نشوف إيش المشاكل اللي يحبوا يتطوعوا يواجهوها عشان نعالجها يعني. كانت أغلب المشاكل كانت زي كده إنه هم يحتاجوا تغطية إعلامية وما يلاقوا تغطية إعلامية، البنات أكثر حاجة كان عندهم المواصلات وما شابه. فنحن حاولنا إنه نحل هذه المشاكل بإنه زي ما قلنا نقول لهم مثلا ساهموا بإماطة أذى عن الطريق في حيك. هذا مرة شيء بسيط، أي بنت أي ولد يقدر يميط الأذى عن الطريق في الحي. حاولنا نوصل لهم إنه هم كانت عندهم أكبر مشكلة، يقولوا طب أنا الحال إيش حسوي لما أميط أذى عن الطريق. هذه كانت المشكلة واجهناها من المجتمع. فقلنا لهم يعني بسهولة أنت حتزيلي إماطة أذى عن الطريق، مريم كمان زي كده، كل المجتمع لما يطبق ده الشيء في النهاية حنوصل لهدف مرة أكبر اللي هو نحن حنحمي البيئة، حنحافظ على مجتمعنا وما شابه. فنحن حاولنا نوصل لهم هذه الفكرة كحل لمشاكلهم كلهم. جميل. طب خليني أسألكم من نقطة ثانية، كدعم كفريق تطوعي وخيري بدون أي ربح مادي، هل بتلاقوا الدعم مستمر لما بتقوموا بحملات توعوية أو نشر بوسترات أو بتوزيع كل الأنشطة اللي أنتوا بتقوموا فيها، هل بتلاقوا الدعم موجود ولا بتتعبوا كثير إلى أن تلاقوا الدعم؟ هو حالياً الأشياء اللي بدينا فيها من ناحية الجامعات وزي كده، الحمد لله أغلب يعني أغلب الناس اللي نكلمهم مسؤولين في الجامعات وكده يكونوا يعني يتجاوبوا معنا بشيء مرة كويس وبيرحبوا بالفكرة. أيوة يعني أغلب الحين ما لقينا إنه في كده شيء. ودائماً يعرضوا يعني ما شاء الله مساعداتهم، إنه مثلاً زي بوسترات وشيء نفس الجامعة والمدارس يعرضوا نحن نطبع لكم نحن نسوي لكم، فالحمد لله في ردة مساهمة كويس. خير والله. أيوة خير موجود. يعني موجود. فينا خير زي اسم الفقرة. فينا خير وكلنا فينا خير وشبابنا وشاباتنا فيهم الخير حقيقي. شرفتونا بسمة ماهين ومريم جبلي، ونتمنى لكم كل التوفيق في كل الأعمال التطوعية والخيرية اللي بتساهموا فيها في تنمية المجتمع. يمكن ما هينو بسمع يعني اليوم شرفتوني، أعطيكم العافية. أنتوا عندكم فكرة لكن أيضا في كثير من الناس اللي عندهم الأفكار وعندهم الطموح وعندهم البادرة الخيرة، ولا ممكن تكون تطوعية يعني في كثير من المجالات. دائما بيكون عندنا نماذج جميلة جدا وعقلياتها نيرة جدا، وعندهم يعني عندهم الفكر وعندهم كل الأمور اللي يحتاجوها، بس يحتاجوا قليل من الدعم. إحنا ترى مو ما نفهم، إحنا ترى مو ما نعرف ولا ما نقدر، نقدر نسوي كل شيء ونعرف كل شيء، ولكن دائما نحتاج إلى الدعم. إحنا ناس واعية جدا، أهم شيء نحط هذا الشيء في بالنا ونبدأ نصفي نفسنا ونصفي يعني أعمالنا وتصرفاتنا من أي شوائب سيئة. خلينا نكون واقعيين شوية. حكيم يطلع. لا لأنه والله فعلا يعني صحيح. حرام في ناس بتتعب طبعاً. في أعمال تطوعية وفعلا أنت بتعملوا بتخلوها بسيطة من خلال مشروع خليها بسيطة وبتقدر توصل لمرحلة جيدة. أنا أحييكم وأحيي كل الناس اللي يعني فعلا عندهم البادر أنهم يسووا الشيء الخير دائما وأبدا. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. دائما وأبدا لا تنسوا تتواصلوا معنا على إيميل البرنامج وكمان هاشتاغ ساعة شباب على تويتر. مرحبين بكل آرائكم واستفساراتكم، لنا لقاء معاكم إن شاء الله بكرة في نفس الوقت من الساعة 4 للساعة 5 على قناة روتانا خليجية. وبكذا أقول لكم فأمان الله معكم، أنا لمياء غالب وأكيد زميلي أنا كنت معكم طرات سندي، أقول لكم فأمان الله كونوا بخير، مع السلامة.